وانو ليليان. اليوم رح نعمل كيكة اسمها كيكة البنات. كيكة البنات يعني البنت بتصنعها. طبعا احنا بنات فاخترنا لون الكيكة شو يا دوان؟ زهري بينك. صح. وطبعا هلأ من دون ما ماما تساعدنا رح نحاول، واحنا كتير متحمسين عشان نجربها اول مرة. وهلأ في تعليمات علشان نقرأهم. أول إشي ثلاث بيضات متوسط الحجم. متوسطة الحجم. يلا يا ليليان جيبيها. أوكي هاي ثلاث بيضات. يلا إشي بيضة عشان نحاول نقلب. لا خدي. آه صح يم جوا خليها. هاي هذه اللي راح تكون في أسنى. يلا شوي صغيرة يعني ما يصير حشو بس لا شوي. كمان
يلا يا ريان شكو تعال نسوي مع بعض. اروح اجيب معلقة علشان يعني الحجارة نقيمها، يعني في شغلات متكومة فبدنا نقيمها. هلا انا حبيت اني اجرب اعمل يعني انه بالضبط. يلا نحطي. رح نعملهم بالمعلقة عشان نفتت الأشياء المتكومة. طبعا ليش نخلنا الطحين؟ عشان تطلع الكيكة ظابطة. هلا بنحط منديل شوي صغير، يعني رح نحط نصه بعديها نخفق بعديها نبدأ نكمل. عم بكون حطي شوي شوي صغيرة أخفق. حطيه على السرعة القصوى عشان شوي شوي بتجمع. ايه يا كتير حلو. هلا رح نكمل تطي نصه بعدين نكمل نقطه بس هلا بنقيم الجوانب عشان نخلطه. بتماسك هلا فناقصه كمان بعد شوي بتماسك، بس هلا ديري هدول عشان اخفق. هلا بحط شوي 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 ليليا. التخبيص الخبصات. وهلا بدي اروح اجيب القالب. يلا يا جوان روح اجيب القالب. هلا انا جبت الادوات عشان نعمل كيكه. هذا الاشي السيدر، يعني عشان احط عليه هذا لانه سيليكون وممكن ما يتماسك لما يحمله، فعلشان هيك بنحطه تحت اشي اس. وبنحط زيت طبعا، اهم اشي ما ننسى عشان ما تلزق الكيكة أو ورق الزبدة. تفضل يا ريان. هلا بحط شوية هالقد بس، ممكن نفكر بعد شوي إذا شفنا. تفضلي. هلا راح أصير أحط على كل مكان. وهي الخليط كتير حلو كتير حلو وبينك. أنا بنفسي أدوق طعم الكيكة. يعني احنا هي بتقعد بالفرن يمكن ساعة. لا مش ساعة، 40 دقيقة. شوي نحمل الخليط عشان ندير قوايمه بالقيمه. هاي نحطه بالنص ونقيم الزيت عشان نحط المكان. وزي شوي مليان. ليه بتحركي فيها؟ عشان نوزع ولا هو لحاله يتوزع؟ هو لحاله يتوزع. شوي 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 شوي. خليك يا جوان ماسكة. يا هيك يا شوي شوي. اوعي تطلعي برا. هاي شوي 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 شوي. كيف الخليط؟ في كمان هناك خلصيه كامل. وهلا رح نحط الكيكة بالفرن 45 دقيقة بس، يعني رح نحطها عشان تشوفوا بالاخير ايش النتيجة كيف تستوي. وبعد 45 دقيقة صارت الكيكة جاهزة. طبعا بابا ساعدنا نقيمها بالفرن نحطها احسن من الحرق. وبعدين رح نقلبها ونحطها على سيدر ونجيب صحون ونقطعها وناكل ونجرب طعمها. خليكم معنا. وهلا رح نقيم الكيكة ويا رب ما تلزق. قيم. يلا يلا.
فهمت السؤال. أنا أصلا معك للأسف. انزلي. واو جد نزل. الله الله زبط معنا. بس مش كتير كتير قالب التواس. شو مو كتير زبط معنا بس شكل مو كتير شكلها. الله هلا بدنا نذوق طعمها ونقدمها لماما ولا بابا. انا رايي ندوق من القالب لعبين ما تبرد. يلا نبقها يعني طنط. عشرة من عشرة. وبهيك بنكون بنتمنى انكم استفدتوا وتعلمتوا كيف تعملوا كيك. واذا عملتوا كيك صورونا وابعثوا لنا اياها على الانستغرام. والى اللقاء بنشوفكم بحلقه جديده.